دكتور سالم، يعني تتابع معنا في هذه الصور المباشرة اليوم بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في إبريل الماضي. تأتي هذه الزيارة اليوم استكمالا لكل الاتفاقيات في مقدمها الاقتصادية وأيضا السياحية، وهنالك برنامج لسنوات مقبلة. كيف يمكن اليوم الإضاءة على هذه العلاقات تاريخيا والاستفادة من الواقع اليوم؟ يعني العلاقات السعودية التركية كانت دوما في الحقيقة جسر من جسور التواصل وجسر من جسور الاستقرار في الإقليم بشكل عام. واليوم في الحقيقة، ويعني يجب أن نعترف أن العلاقات في الفترة الماضية مرت بحالة ربما من يعني الظلال أو ربما الخفوت أو ربما يعني حالة من التواري، لكن اليوم أنا أعتقد أن هذا اللقاء وهذه الحفاوة وهذا الاستقبال الذي يليق بقيادة المملكة العربية السعودية وبسمو ولي العهد حفظه الله، أعتقد أنه يمكن أن يكون عنوانا واضحا وعنوانا قويا على أن العلاقات تشهد تطورا. التطور في تقديري سيعود للمسارات التي تأثرت في الفترة الماضية، ولعل من أبرزها الاقتصاد، الاستثمار، الشركات، التبادل التجاري. ثم يعني في تقديري هناك بعض الاحتياجات تركيا قادرة على تحقيقها للمملكة العربية السعودية، ربما يكون هناك احتياج للقضايا الأمنية، قضايا التعاون العسكري، السلاح. كل هذه الأمور في تقديري يعني هي مطروحة وهي ستكون مسارات عمل بين الجانبين. نتابع في هذه الصور. أعتذر دكتور سالم، الرئيس التركي يعني يصل إلى جانب رئيس الحكومة والوزراء الذين يصافحون العاهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قبل الدخول إلى القصر الرئاسي. أعود إليك دكتور سالم، وكنت تؤكد بأن اليوم في ميزان القوى الإقليمية كان هنالك تعويل كبير على العلاقة التركية السعودية التاريخية. أنا أعتقد يعني هذه الصور التي يعني يشاهدها العالم اليوم، وأنا أعتقد أن الإقليم يهتم بهذه الصور كون يعني الذي يقوم بها هو رجل مهم وفي بلد مهم هو المملكة العربية السعودية، وأيضا يعني هو على أرض مهمة. يعني تركيا لها وزنها السياسي والاقتصادي والتاريخي، وحتى لها وزنها النوعي في المنطقة كقوة إقليمية. تقابل هاتين القوتين، تقابل يعني هذين المجموعتين، و يعني تلمس الأبعاد التي تجمع هاتين القوتين، هناك كثير من المسارات تجمع المملكة العربية السعودية بالجانب التركي، وهي مسارات في النهاية تجعل هناك قدرة أو تجعل هناك ترشيح لأن يكون هناك تفاهم عالي في كثير من الملفات. أنا أعتقد أن العلاقات في الفترة القادمة ستقفز قفزة يعني ربما لم تشهدها في الماضي. السبب أن دروس الماضي يجب أن نتعلم منها في الجانبين التركي والسعودي. الجانب السعودي كان يعني محل استقبال ردات أفعال، واليوم أنا أعتقد أن الجانب التركي استفاد من هذه العملية و فهم يعني كيف تدير المملكة أو تدار المملكة علاقاتها بالآخرين. هي قائمة على ثوابت، هذه الثوابت لا تزعزع ولا تتغير، قائمة على احترام الجانب الآخر وعلى مبادئ العدل والخير والسلام. أنا أعتقد اليوم العلاقات مرشحة إلى طفرة جديدة، هذه الطفرة ستكون بكل تأكيد لصالح البلدين، وأنا أؤكد وعندي ثقة كبيرة بأن العلاقات يعني بمجرد تحسنها بين الجانبين السعودي والتركي ستكون أيضا لصالح هذا في ربما موازين القوى دكتور سالم، ولكن أيضا العالم مقبل على التضخم، على أزمات اقتصادية، على أزمة كبيرة تضرب الأمن الغذائي. هنالك دور تركي اليوم في إخراج الحبوب وإخراج ربما عبر الموانئ التركية والوساطة التركية. كيف يمكن اليوم الاستفادة أيضا من الدور السعودي والدور التركي أمام هذه المتغيرات الاقتصادية الكبرى؟ يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية يعني لديها ربما خطوطها الثابتة والرئيسية في تلافي أو في محاولة يعني التقليل من الأخطار التي يشهدها العالم، لكن لنكون صريحين، العالم اليوم كله يشهد هذه الأخطار، ليست المملكة العربية السعودية ولا
تركيا فقط لوحدهما. الجميل في الموضوع أن المملكة اليوم لديها حزمة من الخطط لمواجهة هذه التقلبات والتغيرات الدولية التي تعجز اليوم كما نعرف دول عريقة ودول لديها اقتصادات قوية مثل الدول الأوروبية عن الإحاطة بمثل هذه الأمور. الجانب التركي في الحقيقة ومنذ انطلاق الأزمة في أوكرانيا أو الصراع في أوكرانيا كان له أدوار إيجابية في الحقيقة، يعني أولا لأن له مصالح مرتبطة بالجانب الروسي بشكل خاص، يعني على مستوى التجارة وعلى مستوى السياحة وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستوى العلاقات التجارية. الشيء الآخر يعني هذا جزء من دور تركيا في المنظومة الدولية أن تكون دولة محبة للسلام وتسعى لأن تكون وسيط سلام بين العنصرين. والشيء الآخر هذا سيساعد أيضا على تلافي العالم كله لأزمتين، أزمتين حادتين وأزمتين خطيرتين، الأولى أزمة في الطاقة والثانية أزمة في الغذاء. فكل دولة تستطيع أن تقدم في هذا المسار يعني عملا جيدا هو في الحقيقة عمل يقدم للمنظومة الدولية. نعم. أشكر جزيل الشكر ضيفينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي المعروف دكتور سالم اليامي، وأيضا من مدينة اسطنبول التركية أستاذ العلوم السياسية دكتور بورهان كوروغلو.